السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم الجديدة. عبر جمال الدين بلعمر يعني السيء الشديد من بعض الرسائل القاسية التي تصله من الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية. وكشف محارب الصحراء بأن البعض قد تجاوز حدودهم وبشكل غير معقول، لدرجة أنهم وصلوا لمرحلة شتموا فيها والدته. وكتب مدافع نادي ليون قائلا على حسابه الرسمي في الانستغرام: في فرنسا لم أظلم، الحجرة تأتي من أبناء بلدك. وواصل جمال الدين بلعمري حديثه قائلا: البعض يبعث لك رسالة يشتمك فيها ووالدتك ويقول بأنك ذهبت لتسخين كرسي الاحتياط أو الرقص. وأضاف قائلا: البعض يقول لي بأنك ذهبت لحمل الكرات. العديد من الرسائل القاسية تصلني في الفترة الماضية. وختم جمال الدين بلعمري حديثه قائلا: أنا أريد فرض نفسي مع ليون لأكون جاهزا مع المنتخب الوطني، وأريد أن يدعمني أبناء بلدي لا العكس. ولقد اتخذ الدوري الجزائري جمال الدين بلعمري مدافع نادي ليون الفرنسي قراره النهائي بخصوص مستقبله مع الفريق. وكشف جمال الدين بلعمري عبر حسابه الخاص على الانستغرام أنه قرر تشريف عقده مع النادي الفرنسي بمواصلة المشوار إلى نهاية الموسم الجاري. وأكد مدافع الخضر بأنه سيعمل جاهدا في قادم المباريات لإقناع مدربه بإمكانياته والحصول على فرصة لفرض نفسه في التشكيلة الأساسية. يذكر بأن جمال الدين بلعمري ومنذ انضمامه لنادي ليون الصيف الماضي شارك في مبارتين فقط رفقة الفريق كبديل. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.